السلام عليكم. هنا القاهرة، الحرب يبعثها القوي تجبرا وينوء تحت بلائها الضعفاء، لكن إلى متى يدوم البلاء؟ لا أحد على الإطلاق يعلم، لا أحد على الإطلاق يفهم، يتنبأ أو من المعطيات يستنتج. تنبؤ واستنتاج بات أشبه بالرجم بالغيب في حرب روسية أوكرانية تزداد ضبابية بسباق تسلح يسكب الزيت على نار مشتعلة من الأصل بلا هوادة. كنا نحسبه بلاء أيام، الأيام صارت شهورا، ثم عبر بنا حاجز عام كامل دون فائز ولا خاسر. حرب روسية أوكرانية ظاهرا، لكن لنسمي الأمور بصحيح مسمياتها، هي حرب بين شرق وغرب، كل منهما يود تركيع الآخر، يسعى لإذلال الآخر، حتى ولو أضاع في سبيل ذلك مئات المليارات على تسلح مغلف بكبر وتجبر. 140,000 غارة جوية حتى لحظتنا هذه، 20,000 منشأة دمرت، قتلى وجرحى ومئات الآلاف من اللاجئين والنازحين والمهجرين، ناهيك باقتصادات طحنت بين رحى حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. ليبقى السؤال على الجميع مطروحا، أليس فيكم رجل رشيد؟ سلمنا الله وإياكم. هذا وسلطت مجلة فايس الكندية الضوء على إرسال الولايات المتحدة مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا، كما ربطت بين توقيت إرسال الأسلحة ولقاء الرئيس الصيني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وأكدت المجلة أن القمة الصينية الروسية الأخيرة عززت المخاوف بين الحلفاء الغربيين من أن الناتو يتجه نحو حرب باردة جديدة تقودها بكين وموسكو، قد تؤدي في النهاية إلى صراع بين الدول المسلحة نوويا. وأبرزت المجلة ما كتبه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر، حيث قال: انتصارنا اقترب اليوم، إذ شكر خلال التغريدة وزراء الاتحاد الأوروبي على قذائف المدفعية الجديدة، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم 1,000,000 طلقة من عيار 155 مليمترا للقوات المسلحة الأوكرانية. هذا وعلى قدم وساق، تسعى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة ودعمها عسكريا، في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أو بمعنى أدق هي الأكبر من ناحية التسلح، في ظل تحذيرات من مجموعة فاغنر بأن معركة الربيع باتت وشيكة، إذ طالبت روسيا بضرورة الاستعداد لها جيدا لأنها ستكون واسعة النطاق. فهل تحسم معركة الربيع الصراع الدائرة، أم نحن على أعتاب مرحلة جديدة قد تطيل أمد الحرب؟ هدوء يسبق العاصفة، هكذا تبدو الحرب الأوكرانية الآن. فمع دخول الحرب عامها الثاني، بدأ جميع الأطراف حشد الأسلحة وتجهيز العتاد استعداداً لمعركة الربيع التي ترجح اقتراب الحسم بعد عام رفع فيه شعار حرب بلا فائز أو مهزوم. فماذا عن سباق التسليح المحتدم الذي يجري الآن؟ خطة الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالسلاح تشمل ثلاثة مسارات، أولها النقل الفوري للذخائر إلى كييف، لا سيما الطلقات المدفعية عيار 155 مليمتر من المخزونات الحالية. ثاني هذه المسارات استخدام إطار الشراء المشترك لتجميع الطلبات إلى الصناعة الأوروبية وإعادة ملء مخزونات الدول الأعضاء. أما آخر المسارات التي يحرص الاتحاد الأوروبي على تنفيذها، فيتمثل في رفع قدرات الإنتاج داخل التكتل. التصعيد الجاري لم يخلو من الدعم الأمريكي، إذ أعلن البنتاغون سرعة تسليم دبابات أبرمز إلى القوات الأوكرانية، إذ سيتم إرسال نماذج قديمة مجددة من تلك الدبابات بهدف نقلها إلى الأراضي الأوكرانية في غضون 8 إلى 10 أشهر.
المشهد يبدو أكثر تعقيداً مع تحذير رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين إلى روسيا من هجوم أوكراني وشيك واسع النطاق، يستهدف فصل قوات فاغنر عن القوام الرئيسي للقوات الروسية شرق أوكرانيا في ظل عزم أوروبا على تزويد كييف بمليون قذيفة مدفعية إثر موافقة الاتحاد على خطة دعم بملياري يورو. معركة الربيع توقعت فاغنر أن تكون أواخر مارس الجاري أو أوائل إبريل المقبل، وسط حشد من كل الأطراف لكافة الأسلحة المتطورة. يتزامن هذا الحشد مع تحذيرات فاغنر لروسيا بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع فصل قوات فاغنر العسكرية عن القوات الأساسية الروسية. فهل تحسم معركة الربيع الحرب الأوكرانية أم ستسفر عن بداية مرحلة أكثر عنفاً تطيل أمد الصراع؟ وعن سيناريوهات المعركة المرتقبة وللمزيد من النقاش والتحليل حول هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، وأيضا من موسكو السيد قبائلي حسين الأكاديمي والباحث السياسي، ومن فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أشلي أنصارة المحلل السياسي وعضو التحالف الأمريكي الشرق أوسطي. أهلا بكم جميعا على شاشة القاهرة الإخبارية، وأبدأ من ضيفي الكريم في القاهرة الدكتور حامد. دكتور حامد، المستشار الألماني أولاف شولتز أشار مؤخرا إلى أن المواجهة في أوكرانيا قد تستمر لفترة طويلة، هل معنى ذلك أن معركة الربيع غير قادرة على حسم هذه المعركة؟ أهلا بك يا أستاذ كمال وأهلا بضيوفك الكرام. طبعا الحرب الروسية الأوكرانية تحولت من حرب لمدة محددة إلى حرب النفس الطويل، على اعتبار أننا نشهد موجة من التسليح الكبير. العالم ومنذ فترة طويلة ومنذ الحرب الباردة لم يشهد سباق تسلح بمثل هذا الشكل الصاروخي. يعني نجد أن هناك تغيرا كبيرا في السياسة الغربية تجاه التسليح وتجاه خفض الإنفاق العسكري، وتحولت الدول الغربية إلى أن يكون هناك رفع للنفقات العسكرية بشكل كبير في إطار حرصها على إمداد أوكرانيا بالكثير من الأسلحة، وهو ما نشاهده بالنظر إلى القوى الكبرى المؤثرة في الحرب الروسية الأوكرانية. فروسيا الطرف الفاعل المهم في هذه الحرب، نجد أنه خامس أكبر منفق على الإنفاق العسكري في العام، وللعام الثالث على التوالي يكون هناك نمو في التسلح بشكل كبير. الصين، الرئيس الصيني يأمر بأن يكون هناك تسليحا لكل القوات المسلحة الصينية بشكل حديث، لكي تصبح الصين في عام 2035 القوى الأكبر عسكريا. بريطانيا تخصص 2.5% من إنتاجها من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري. فرنسا ترصد أكثر من 400 مليار دولار خلال الفترة من 2024 حتى 2030. وأيضا ألمانيا تقوم بإنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار دولار للعمل على زيادة الأنفاق العسكري. أمريكا وهي أيضا طرف رئيسي في هذه الحرب بتقر في ديسمبر الماضي أكبر ميزانية في تاريخها بقيمة 858 مليار دولار، وليس هذا فقط، ولكنها قامت بزيادة رواتب الجنود لأكثر من 4.6%. هذا الشكل الذي قمت بشرحه الآن يرصد أن الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهي الآن ولا حتى هذا العام، ولكن سيكون هناك تصعيد خطير في ظل أن الغرب متمسك بدعم أوكرانيا عسكريا حتى لا تنتهي الحرب بخسارة الغرب، لأن الغرب ينظر. دكتور حامد، رغم أن التكلفة كبيرة للغاية، يعني اليوم سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي ذكر أن هناك 140 ألف غارة تمت على أوكرانيا من القوات الجوية الروسية، وأن هناك تم تدمير 20 ألف منشأة، الرقم كبير للغاية.
الرقم كبير للغاية، وأيضا يعني طبقا لمعاهد الأبحاث ماكنزي يا أستاذ كمال كان من المفترض أن يكون الإنفاق العسكري في خلال الفترة من 2021 حتى 2026 296 مليار دولار، يرتفع بنسبة 14% في عام 2026 ليصل إلى 737 مليار دولار، ولكن الآن وبعد الحرب الروسية الأوكرانية يصل حجم الإنفاق العسكري في 2026 إلى 453 مليار دولار، يعني احنا بنقول قرابة النصف مليار دولار بارتفاع 53%، وده بيظهر أن الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت في بدايتها، وستكون الأمور في الفترة القادمة ساخنة وعلى أوجها، في ظل أن كل طرف يعلم علم اليقين أن خسارة هذه الحرب هي بداية لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، هذا من وجهة النظر الأمريكية. أما روسيا فهي تنظر إلى خسارة هذه الحرب باعتبارها انتهاء للدولة الروسية. طيب أذهب بما أنك ذكرت روسيا، أذهب إلى موسكو العاصمة الروسية، وضيفي من هناك السيد قبائلي. سيد قبائلي، يرى محللون أن روسيا اختارت تكتيك الحرب المتدرجة صعودا، أبقت أهم وحداتها القتالية وأحدث أسلحتها للجولات الأخيرة. هل تكشف موسكو عن أنواع جديدة من الأسلحة قريبا في الأيام المقبلة؟ مساء الخير لكم، مساء الخير لضيوفكم الكرام. في البداية روسيا في البداية بدأت الحرب على أساس أنها مشكلة بين روسيا وفي إقليم دونباس لمساعدة إقليم دونباس الذي تعرض منذ 2014 إلى عمليات استبداد كما قالت وعمليات إبادة في خلال 8 سنوات. أما في كما بعد تدريجيا صارت تدخل قوى بطريقة غير مباشرة، تقول أنها ليست مشاركة، لكن ما لاحظنا على الأرض الواقع هو حرب بالوكالة تخوضها القوى الغربية في أوكرانيا. يعني هذا روسيا دائما، لو لاحظنا كرونولوجيا الأحداث في أوكرانيا نلاحظ في البداية كانت أسلحة سوفيتية من الجانب الأوكراني والروسي، بعدين طلقت أوكرانيا دعم غربي يتمثل في أسلحة خفيفة، هو سواء منظومات جافلين أو أسلحة رجمة قذائف، كانت أسلحة ليست متطورة. تدريجيا صارت الحديث الآن عن منظومات باتريوت، منظومات يعني للحفاظ على والتأمين المجال الجوي الأوكراني، والحديث عن دبابات ليوبارد، وأمريكا قبل يومين تقول بتسريع دبابات أبرامز وتحديثها، وقبل أيام لاحظنا تصريحات السلطات السلوفاكية التي قالت سترسل 14 مقاتلة من طراز سو 29 وبولندا. يعني هذا كله تطور في الأحداث، لا أستبعد أن تكون الأحداث المقبلة بأسلحة متطورة، لكن روسيا في البداية لم تستعمل الأسلحة، لديها كل الأسلحة الدقيقة، لم تستعمل هذه الأسلحة لأن في البداية قالت أنه مشكلة للشعب الأوكراني، الشعب دنباس ليس له ناقة في هذه الأحداث، يعني هو ضحية في الأحداث. أما نظام كييف لم يعطي فرصة لهذا الشعب ليقرر مصيره. يعني في البداية كانت أسلحة للدفاع لدعم القوات الشعبية في إقليم دونباس، لكن الآن لاحظنا أنها الآن صرنا نشهد حرب بالوكالة بامتياز. يعني سيد قبائلي، لماذا لم تستعمل موسكو هذه الأسلحة الحديثة منذ البداية لتحسم الحرب في أيامها الأولى؟ يعني هذا السؤال يتردد بقوة الآن. لو لاحظنا في البداية كانت الأحداث تجري على الأرض، وفي الجانب الآخر مشاورات ومحادثات سياسية. لاحظنا بدأت من على المفاوضات التي بدأت على الحدود البولندية البيلاروسية غومل، بعدين شهدنا مباحثات في إسطنبول التي كانت على شفا أن تتوصل إلى حل سياسي للأزمة. حتى الجانب الروسي لما رجع من إسطنبول قال توصلنا إلى نتائج ملموسة، لكن الجانب الأوكراني لما وصل إلى كييف وبضغوطات من الجانب من القوات الغربية وعلى رأسها القوى واشنطن لم تريد الدخول في مفاوضات. لهذا روسيا كانت منذ البداية تركت الخيار العسكري آخر شيء، كانت تحاول منذ البداية من معاهدة مينسك وحتى لما بلشت الأحداث والانطلاق العملية في فبراير لم تغلق باب المفاوضات، لكن هذا بعد فشل مفاوضات إسطنبول أدركت روسيا جيدا أن باب الحوار ليس في يد
الجانب الأوكراني، لأن الجانب الأوكراني يتعرض لضغوطات من الدول التي تدعمه بالسلاح. وكما لاحظنا في كل الدول التي دخلت فيها أمريكا، المعركة لم تحسن في سنة أو سنتين. شهدنا في أفغانستان أكثر من 20 سنة، شهدنا في العراق من 2003 حتى الآن العراق لم يسترجع سلمه وأمانة. يعني واشنطن لما دخلت إلى أوكرانيا تعمد على حرب استنزاف وإمادة، وهذه الحرب لا تريد أن تنتهي في سنة أو سنتين. طيب اسمح لي أن أخذ هذا الكلام وأذهب إلى فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وضيفي من هناك دكتور أشلي. دكتور أشلي، البعض يرى أن الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا هي حرب تغيير العالم بامتياز، إلى أي مدى كانت هذه الحرب كاشفة للتغيرات التي جرت في موازين القوى، موازين السلاح وأيضا السياسة الدولية؟ هو سؤال له معاني كثيرة، إنما في الواقع هنا في واشنطن أو الشعب الأمريكي يعلم أن الحكومة الأمريكية كانت تعلم سابقا أن روسيا سوف تهاجم على يوكرين. يوكرين ما هي إلا ضحية بين صراع خفي وقوي ما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. CIA have reported many reports، يعني many منشورات طلعت already في وزارة الخارجية الأمريكية والCIA بتقول أن الحكومة الأمريكية تريد أن تستمر الحرب مع روسيا لمدة أطول، وبدليل قاطع أن الروس واليوكرانيين اجتمعوا في إسطنبول وتم الاتفاق على أجندة معينة لانسحاب الروس من جزء من الأراضي اليوكرانية، وأن روسيا سوف تحصل على جزء أيضا من الأراضي. وعندما تم اجتماع آخر في واشنطن تغير الموقف تماما، لأن من مصلحة الغرب، ولما أقول الغرب أمين الولايات المتحدة والأوروبيين يونيونز، أن هم يستدرجوا روسيا إلى مصيدة، وهذه المصيدة هي يوكرين. سوف تستنزف القوات المسلحة الروسية كثير من المعدات الحربية. روسيا كانت في السنة الماضية في فبراير 2022 كانت ميزانية الحرب 29 بليون دولار، دلوقتي ريزد أب حوالي 16 بليون دولار. لكن سيد الفضل، النزيف من كلا الطرفين ليس من الطرف الروسي فقط، الطرف الأوكراني ليس له قيمة أن هو يستنزف، لأن هي بلد نصها مفتتة، يعني تلت يوكرين ذهبت إلى روسيا. يوكرين خسرت حوالي 112 بليون دولار، وخلاف طبعا القتلى عندك حوالي 8 مليون من اليوكرانيين تم نسحهم إلى بلاد أخرى كرفيجي كمهاجرين، وأيضا 8 مليون يوكراني آخرين ذهبوا إلى أماكن كثيرة. السؤال هنا أمريكا different system عن بقية العالم. لا يجوز للولايات المتحدة ولا للوايت هاوس أن يخش بحرب فعلية مع الروس قبل الانتخابات التي القادمة في 2024. ولا يوجد رئيس أمريكي in the right mind أن هو يقول لك أنا أخش حرب ضد الروس، والبستوبك. فالواقع هو أن أمريكا والحلفاء قرروا أن يعملوا مصيدة يوكرين للروس. التشاينيز very careful، التشاينيز حتى في الاجتماع الأخير، أمريكا طبعا عندها معلومات كثيرة جدا ما هي نوعية الأسلحة التي سوف تعطيها الصين لروسيا، وما هي نوعية التكنولوجي والنوهاو اللي الصين سوف تعطيها لروسيا. هذا من جانب الأسلحة التي ستعطيها الصين لروسيا، لكن هناك أيضا أسلحة سيعطيها الغرب إلى أوكرانيا. اسمح لي أن أتوجه مباشرة إلى أوكرانيا والعاصمة هناك كييف، ودكتور منتصر البلبل الباحث في الشأن الأوكراني الذي انضم إلينا من كييف. دكتور منتصر، هل تنقذ الأسلحة التي يعطيها الغرب مؤخرا، هل تنقذ التحالف الغربي من قد نقول هزيمة واردة في هذه المعركة، معركة الحسم؟ مساء لك وللإخوة المشاهدين ولضيوفك الكرام. طبعا هناك تعليقات كبيرة لي على ضيفك من موسكو وضيفك من أمريكا. طبعا الأول، طبعا لها دور كبير، الأسلحة الغربية لها دور كبير جدا في تغيير مجرى المعركة، وطبعا إعطاء زخم كبير للقوات الأوكرانية وللجيش الأوكراني. هذه تلعب، وقد
يعني ظهر هذا على الساحة بشكل مباشر وبشكل طبيعي من حيث التدمير الكبير لأهم الأسلحة الروسية الحديثة الذي يعتبروها حديثة أصبحت يعني خردة لا أكثر ولا أقل يعني. وهذا دليل على جبهات القتال كيف الأسلحة التي استخدمتها أوكرانيا بشكل كبير تم التدمير يعني أكبر عتاد وأكبر سلاح والتقنية التي تعتبر التقنية الروسية التي كما يقولون صرعوا رأسنا فيها التي لا تعلم. ولكن على الجبهات الأوكرانية بينت فشلها بشكل كامل يعني. طبعا هذا هناك زخم كبير ونتائج عظيمة جدا على الجبهات، وهذا دليل خلال انسحابهم من كييف وتدميرهم وتحرير خاركوف والآن الصمود في بخموت يعني بشكل كبير جدا، والصمود فيها والروس خسائرهم فادحة جدا. هذا طبعا دليل كبير جدا. أما بالنسبة لتعليق لو يسمح دكتور منتصر يعني قبل تعليقك يعني هل هذه الأسلحة الحديثة يعني قد تفيد بالفعل الجانب الأوكراني أم لا؟ وهل هناك تخوف في الداخل الأوكراني من الأسلحة الحديثة أيضا التي يقال أن روسيا ستدخل بها في الفترة المقبلة في هذه الحرب الأوكرانية؟ دعنا نتكلم بصراحة وبوضوح كامل. ما هي الأسلحة الموجودة عند روسيا؟ لقد استخدمت في هذه روسيا كل أنواع الأسلحة التي تملكها في هذه الحرب، ولا يوجد هناك سلاح باقي. والدليل على ذلك الآن بدأت تفتح مستودعات الاتحاد السوفيتي السابق وتدفع للجبهة الدبابات T-54 T-52، وهذا نقص كبير في السلاح ولا تستطيع يعني. الصواريخ التي تستخدمها بشكل بعيد وتضرب فيها المناطق والمنشآت المدنية والسكانية الأوكرانية أصبحت تصاد كالعصافير في أوكرانيا يعني، من ناحية طائراتها المسيرة الإيرانية ولا من ناحية صواريخها البعيد المدى ولا أو على الجبهة. على الجبهة هناك يعني خسائر فادحة. أهم أنظمة الصواريخ، أهم أنظمة التسليح الروسية أصبحت يعني على الجبهة خردة، وهذا دليل على قوة استخدام الجيش الأوكراني لهذه الأسلحة الغربية التي والسرعة في استخدامها يعني. طيب أخذ هذا الرأي وأتوجه إلى الناحية الأخرى إلى موسكو العاصمة الروسية وضيف هناك السيد قبائلي. سيد قبائلي كيف ترد على هذا الرأي من ضيفي من كييف الدكتور منتصر البلبل بأن روسيا استهلكت كل الأسلحة التي لديها، لا يوجد لديها أي سلاح جديد لتستخدمه في معركة أوكرانيا؟ لا، الأسلحة لا يمكن الحديث عن أن روسيا استخدمت كل الأسلحة. أين الصواريخ التي تحدثت عنها روسيا؟ لماذا روسيا لما تستخدم غارات كثيفة كل أوكرانيا، كل المدن الأوكرانية الكبيرة ستصبح فيها سفارات الإنذار؟ لما روسيا تقرر كرد جوابي سواء لما حدث انفجار في تفجير جسر القرم أو استهداف المناطق الحدودية في روسيا، روسيا ترد بشكل قوي. نشهد كل المدن الأوكرانية تحت سفارات الإنذار تدوي في كل سماء المدن، هذه المدن. لا يمكن الحديث الآن استهانة بكل الصواريخ التي تملكها روسيا ونقول أن روسيا استخدمت كل المعدات التي تملكها. صحيح أنها استخدمت بعض المعدات، لكن بشكل لو تريد استخدام سياسة كما يقال سياسة الأرض المحروقة، لا يمكن الحديث عن مقارنة بين جيش رقم 2 في العالم مع جيش رقم 22 في العالم. نعم، وضحت الصورة بالتأكيد. اسمح لي أن أتوجه إلى أو أعود مرة أخرى إلى القاهرة وضيفي من هنا الدكتور حامد. دكتور حامد، هل تتوقع أن تكون حرب الربيع أشد ضراوة تحسم إلى حد كبير نتيجة هذه الحرب الروسية الأوكرانية؟ طبعا يعني هذه الحرب في ظني وتقديري الفترة القادمة سيكون هناك تصعيد وتصعيد مقابل، على اعتبار أن الغرب يدخل هذه الحرب وبالأخص فترة الربيع بإمداد أوكرانيا بالكثير من الأسلحة. ولكن هناك خطأ استراتيجي لابد أن أشير إليه أستاذ كمال، أخطأت فيه أوروبا بشكل كبير جدا، وهو ما تحدثت عنه الإدارة الأمريكية، وهو أن الحرب الباردة والتخلص من العتاد القديم من الأسلحة لم يتم استبداله بعتاد جديد، فمن السفن الحربية إلى الدبابات. يعني كان في هناك أكثر من 3600 دبابة موجودة داخل أوروبا، نجد أنها وصلت الآن إلى 1500 دبابة فقط. السفن الحربية تقلصت من 109 سفينة إلى 57 سفينة، وبالتالي
الغرب بشكل عام ليس لديه أسلحة قوية لإمداد أوكرانيا في الفترة القادمة، على اعتبار أن أوروبا وخلال الحرب الباردة توقفت تماما عن توجيه أو رفع الإنفاق العسكري، على اعتبار أنه ليس هناك حرب لتوجيه الإنفاق من قبل الناتج المحلي الإجمالي. ولكن الآن نجد أن الاتحاد الأوروبي قام بإنشاء صندوق خاص لرفع ميزانية الإنفاق العسكري من 1.6 تريليون دولار ليصل إلى 2 تريليون دولار، وده بيؤكد على أن هناك نظرة حقيقية من قبل الغرب للتعامل بشكل كبير مع الأزمة الروسية الأوكرانية والعمل على إمداد أوكرانيا بالعتاد والسلاح. في الناحية الأخرى، روسيا لديها أسلحة كثيرة لم يتم استخدامها حتى هذه اللحظة. هذه الأسلحة إذا تم استخدامها ستغير، سيكون هناك تغيير نوعي في شكل العمليات العسكرية، وستكون المواجهة مباشرة، لأن كما أشرنا بشكل واضح معركة بخموت المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر الآن، والتي سيطرت روسيا على حوالي 20 كيلومتر من مساحة بخموت التي يعني تقدر بحوالي 41 كيلومتر، لم تستطع روسيا حتى هذه اللحظة الاستمرار في السيطرة على باقي هذه المدينة الاستراتيجية نتيجة الصمود الأوكراني الكبير، وأيضا نجاح الغرب في إمداد أوكرانيا بنوعية من الأسلحة. وبالتالي ستكون الأمور شاقة، ستكون المعركة قوية في الفترة القادمة، في ظل أن كل المعطيات تشير اقتراب المواجهة بين روسيا من ناحية وحلف الناتو من ناحية أخرى، في ظل زيادة الإنفاق العسكري، وأصبحت هناك خطورة حقيقية ينظر لها الجانب الغربي أن هناك تهديدا حقيقيا من قبل روسيا للأمن القومي الأوروبي. نعم، أذهب إلى كييف العاصمة الأوكرانية ودكتور منتصر ضيفي من هناك. دكتور منتصر، صحيفة سايت الألمانية أكدت أن الجنود الأوكران أنهوا تدريباتهم على استخدام ليوبارد، دبابات ليوبارد بالتأكيد، وباتوا جاهزين لاستخدامها والعودة إلى كييف مرة أخرى. برأيك ما الذي يمكن أن تفعله هذه الدبابات الغربية الأحدث في الميدان على أرض الواقع؟ هل هي مؤثرة أم لا؟ طبعا ليس فقط في ألمانيا لكن في بولندا وفي النرويج وفي وحتى في أمريكا أنه الأوكران التدريبات، وهذا كله طبعا تجهيز للمعركة القادمة التي ستكون مصيرية بالنسبة لأوكرانيا في استرجاع أراضيها المقررة عليها في عام 1991، وهي مصممة جدا. أما من ناحية هالفعاليات، طبعا هناك طبعا من ناحية القوة التدميرية للدبابة الألمانية لامبارد قوة تدميرية هائلة يعني، وتعتبر لها دور كبير جدا سوف يكون في مجرى العمليات القادمة. والاعتماد ليس فقط على اللامبارد، هناك أبرامز، هناك دبابات فرنسية أيضا، هناك تنوع كبير جدا في من ناحية القوة البرية التي ستقوم فيها أوكرانيا والعملية التي يخطط لها في الربيع. وطبعا هي عملية سرية لا يستطيع أحد التحديد من أي موقع ستكون. هل هذه الدبابات قد تكون حاسمة بالنسبة للجانب الأوكراني، أم أننا أمام سيناريو ستالينغراد جديد بالنسبة لروسيا؟ طبعا لا نستطيع أن نقول، هذا يعتمد على كيف ستقوم مجريات المعركة وكيف ستكون. لا نستطيع أن نقول أنها حاسمة، ولا نستطيع أن نقول أنها النهاية، فهناك حرب قائمة، وفي الحرب هناك تطورات كبيرة لا يستطيع فعلها إلا في ساحة المعركة يعني، فلا نستطيع تحديد هل تكون حاسمة أم لا. فنستطيع أن نقول هذا يعتمد على مجريات المعركة وكيف ستكون عملية الهجوم ومن أي منطقة وكيف ستكون ردة فعل الروس أو المرتزقة على الجهة الثانية والعمليات التي يعني الخطة العسكرية التي يقوم فيها القادة العسكريين الأوكران. طيب، أخذ هذا السؤال وأعود به مرة أخرى أيضا إلى ضيفي من الناحية الأخرى من روسيا، ضيفي السيد قبائلي. برأيك هل يخطط الغرب لحسم الحرب في الربيع؟ هل تجهزت روسيا من الأساس لهذا الاحتمال أم لا؟ لا أعرف كيف الحديث عن هجوم الربيع، والأمريكا نفسها تتحدث قبل يومين تقول أنه دبابات أبرام ستصل في غضون 8 إلى 10 أشهر. يعني عن أي ربيع نتحدث؟ الربيع يبدأ يعني بدأ الآن. هو بدأ بالفعل. نتحدث عن أي ربيع نتحدث؟ عندما تقول ألمانيا أن دبابات ليوبارد ستصل في شهر 5 أو 6، عن أي ربيع؟ عن أي استعدادات ستصل هذه الدبابات؟ لكن لا أعتقد أنها ستصل دفعة واحدة. هم أنهوا تدريباتهم عليها بالفعل يعني.
لا اوكي اوكي لكن انه التدريبات، لكن التسليم والسلطات والتصريحات تقول ان التسليم سيكون المانيا بولندا تكون ممكن حصل بعض التسليم، لكن لكي تشكل نوعيه وتغيير على الارض يجب ان تصل في نفس الوقت لكي تشكل كما كانوا يقولون انها تشكل فيلق من الدبابات الذي باستطاعته تغيير المعطيات على الارض. اما لما تتحدث امريكا ان دبابات أبرام ستصل بعد 6 أشهر أو 7 أشهر، وبريطانيا تتحدث عن دبابات تشالنجر بعد 5 أشهر أو 4 أشهر، يعني هذه الدبابات ستصل لكن ستصل بانفراد، وهذا ما لا يمكن أن يعطيها القوة التي تنتظرها كييف من هذا الدعم. طيب سيد قبائلي، يعني أوكرانيا طلبت من الغرب مليون قذيفة من فئة 155 مليمتر، تستلزم 4 مليارات دولار من أجل توفيرها. الاتحاد الأوروبي أو أوروبا أعلنت أنها ستتيح في المرحلة الأولى 2.1 مليار يورو تدعم بها أوكرانيا في من هذه الذخائر. هل هذا الأمر قد يغير أيضا المعركة أم لا؟ الحديث عن كيفية استخدام هذه القذائف، تحدثنا قبل أسبوع كان انتقاد شديد اللهجة للقوات الأوكرانية باستخدام المكثف للذخائر، يعني قالت حتى يجب التركيز وعدم الإفراط في استخدام هذه الذخائر، لأن الذخائر إذا كانت بشكل كبير ولا يمكن استخدامها بشكل جيد هذا لن يؤثر، هذا يبقى يشكل نوعية على الأرض إذا كان حسن استخدام هذه الذخائر، لأن أوكرانيا تتحصل على هذه الذخائر، تقول نحن في أزمة الغرب يزودها، لأن الغرب يعرف أنه إذا انهزمت أوكرانيا هذه يعني ملياراته ذهبت في الريح، والغرب لا يريد، أمريكا التي دفعت بالمليارات والاتحاد الأوروبي نفس الشيء لا يريد الخروج من هذه الأحداث فاضل وفاض، يعني خاوي اليدين يعني. طيب أذهب إلى أمريكا بهذا الأمر وبالأخص إلى فلوريدا والدكتور أشلي. دكتور أشلي، كيف قرأتم تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة وتهديده بالرد في حال بدأ الغرب استخدام أسلحة ذات مكون نووي منضب؟ هو رد معقول، يعني بوتين بالرد النووي يا فندم. هو الرد النووي ده كلام بتاع بوتين، ده كلام فور بابليك يعني فور ميديا. بوتين راجل فيري سمارت وراجل عنده خبره كبيره جدا ازاي يتعامل مع الغرب، ونحن نذكر جيدا كيف تعامل بوتين مع الرئيس اوباما وموضوع سوريا. انا اعتقد ان لا توجد حرب حاسمه في هذا العام، اعتقد ان هي حرب استنزاف، لان كل الطرفين لا يريد ان يشعر بالهزيمه، لان هيبقى عندك انت انتخابات موجوده في امريكا وانتخابات في المانيا وروسيا ايضا، وبالتالي الشعب الروسي والشعب الامريكي منتظر كيف يخوض كلتا الطرفين هذه المعركه، هل هي حرب بارده ام هي حرب ريجونال في منطقه ضيقه جدا، وان روسيا مع اوكرين لابد يعود على صاله المحادثات. معظم المحللين السياسيين للاسف الشديد بيخشوا في العمليه اذا هي عمليه لوكال، هي مش عمليه لوكال خالص، ده فيها عوامل خارجيه هي التي بتفرض رايها على الحرب الروسيه اليوكرانيه. ونحن نذكر كثيرا ان في اتصالات حاليا كثيره جدا ما بين الصين وما بين واشنطن دي سي بخصوص هذا الموضوع. المعركه ليست بين روسيا وأوكرانيا، المعركة هو هل ممكن العالم يسمح بوجود أقطاب جديدة في العالم بعد ما كان في قطب واحد هو الولايات المتحدة. طيب دكتور أشلي، أسمحك عذرا أن تبقى معي أنت وضيوف الكرام، سنذهب مباشرة إلى مؤتمر صحفي للبنك الفيدرالي الأمريكي.
الأرضية، ولكن الوظائف كانت قليلة في الفترة الأخيرة، وزيادة الرواتب شهدت بعض النوع من التيسير، لكن ما تزال فرص الوظائف وافرة، وكذلك يجب أن نستحضر أن هناك عمالا يتجهون في اتجاهات مختلفة، وكذلك لابد أن نحقق الموازنة بين الرواتب والأسعار الموجودة في السلع والبضائع، وأن نعرف أن هناك زيادات سجلت، ويتوقع أن تتواصل هذه الزيادات في أسعار السلع والمنتجات. وخلال 12 شهرا الماضية كان هناك زيادة في عدد من المنتجات بما في ذلك منتجات الطاقة والمنتجات الأساسية، وكذلك زادت منتجات أخرى ب 0.7%. وإذا نظرنا إلى زيادة 6% في CPI فقد كانت نحو 5%، والتضخم اعتدل قليلا منذ منتصف العام الماضي، لكن الذي حدث مؤخرا يظهر بأن التضخم يواصل ارتفاعه، ولذلك إذا نظرنا إلى 3.3% إلى 3.5% العام المقبل، فإن هذا سيتواصل في زيادة في السنوات والأعوام المقبلة. وبالرغم من هذا التضخم، فإننا إذا نظرنا إلى تضخم بعيد المدى، فإنه يمكن الاطلاع على عدد من الاستثمارات والمجالات وكذلك الأسواق المالية والسياسة النقدية موجهة بتدابير لجعل الأسعار تستقر بالنسبة للمستهلك الأمريكي، وأنا واثق بأن هذه الأسعار العالية تمثل تحديا على المستهلكين، وخصوصا أولئك الذين لا يتمكنون من شراء كل مستلزماتهم الغذائية والأساسية. ولذلك نحن نعرف أن التضخم العالي هو بين أكبر التحديات، ونعمل على الوصول إلى نسبة 2% كهدف نهائي، وكذلك نحن نقوم بالتدابير اللازمة للبدء بتقليل الأسواق المالية من حيث المخاطر. وأيضا نريد أن يكون هناك التزام بكل التدابير الاحتياطية لتفادي زيادة التضخم. نعرف أن ما حدث مؤخرا ضغط على الاستثمارات وبعض الشركات، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى التأثير على أصحاب الشركات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولكن نريد أن نتخذ تدابير وسياسات إضافية نراها مناسبة. كذلك سنراقب البيانات، وكذلك سنراقب الخطوط الائتمانية، وكذلك الظروف سوق العمل، وقراراتنا ستعكس ما يشهده السوق. وبناء على السيناريوهات المتوقعة في المستقبل، سنرى إذا كان هناك رؤية مستقبلية تفيد بأنه يتعين علينا أن نقوم بتحقيق بعض الأهداف على مستوى ضبط التضخم في هذا العام والعام المقبل والعام الذي بعدها. وكان هناك توقعات قد تخيلناها في ديسمبر، ولكن الآن سياستنا النقدية ستستهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار. سنواصل اتخاذ القرارات اجتماع تلو الآخر بناء على البيانات التي لدينا، وكذلك بناء على التوقعات الخاصة بالتضخم وغيره. نود أن نواصل سعي إذن وسياستنا ستبت بهذا الشأن. سنضع سيناريوهات المناسبة للتعامل مع هذه المشكلات.
that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.1% at the end of this year. سيكون التمويل بنسبة 5.1 لهذا العام وأكثر أكبر بقليل للعام القادم والذي في عام 2025. These projections are not a committee decision or plan. هذه التخمينات ليست نهائية. Just as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. نعمل على تحقيق الأهداف فيما يتعلق بسوق العمل وتمويل. Totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation. وسنراقب الفعالية في السوق، الفعالية الاقتصادية وأيضا فيما يتعلق بالتضخم. نعمل على إبقاء تضخم الهدف 2% وتخفيض التضخم يتطلب العديد من الإجراءات، وهناك أيضا فيما يتعلق بسوق العمل. استقرار الأسعار هو أمر ضروري فيما يتعلق أيضا بسوق العمل. في نهاية المطاف نعرف أن قراراتنا تؤثر على العائلات والسوق في كل البلد، ونقوم بكل ما في وسعنا لتحقيق استقرار الأسعار والاستقرار في سوق العمل. شكرا جزيلا لكم، أتطلع لأسئلتكم. كان هذا مؤتمرا صحفيا للرئيس الفيدرالي الأمريكي، أعلن فيه رفع الفائدة بنسبة 25%. تحدث أيضا عن إعادة مستويات التضخم إلى 2%، وتحدث عن الوظائف وعن الموازنة بين الرواتب وزيادات الأسعار والتضخم في الداخل الأمريكي، وتوقع أيضا تضخما يزيد أو زيادة في الأسعار في الفترة المقبلة. أعود مرة أخرى إلى ضيوف الكرام في ملف اليوم والحديث عن التسلح والحرب الروسية الأوكرانية، وأشكر من القاهرة الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، وأعود إلى كييف والدكتور منتصر. دكتور منتصر، إعلان بريطانيا مؤخرا تزويد أوكرانيا بذخائر يورانيوم منضب، هل يعني ذلك نقل الحرب مباشرة إلى مستوى الحرب النووية كما تراها موسكو؟ طبعا هناك مبالغة كبيرة من ناحية موسكو بهذا، وتعتبر وطبعا هي تحاول الصيد في الماء العاكرة. هذه القذائف ليست قذائف لا كيماوية ولا قذائف نووية، هي قذائف تستخدم لاختراق، لعملية الاختراق الأكبر للدروع أو للدبابات، وهي تصميم خاص من أجل دبابات تم استخدامها قبل ذلك في حرب الخليج ضد العراق. ليس هناك نووي وليس هناك كيماوي، ولكن تريد أن تستغل هذا الموقف لحسابها، ولكن هذا غير وارد. يعني القذائف التي يتحدث عنها هي قذائف ليست كيماوية وليست نووية، هي فقط لها قدرة على التدمير أكبر واختراق الدروع أكثر بكثير. هذه هي، وهي تستخدم خاصة لدبابات تشالنجر، يعني وليست كما تحلم موسكو وتريد موسكو التعليق عليها أنها كيماوية. هذا كله كلام، يعني كلام هواجي أو كلام في الهواء أو كلام يستطيعون من خلاله الإمساك بأي خيط. لكن دكتور منتصر، التحذير الروسي واضح للغاية للغرب، هل سيأخذ الغرب به أم لا؟ نعم، ممكن التحذير الروسي كان واضحا للغاية في هذا الأمر، هل سيأخذ الغرب به أم لا؟ الغرب منذ فترة طويلة لم يعد يكترث لآراء موسكو أو لآراء موسكو أو لما تعلق به موسكو أو الرئيس الروسي، لكننا نتحدث عن أمور نووية، يعني انقلاب للأمر رأسا على عقب. طبعا، وهذا وانتم تلاحظون في اوروبا او تلاحظون بامريكا، هناك التصريحات القويه والثابته، واخرها تصريح المستشار الالماني قال انتهاء الحرب يتوقع بيد بوتين، وبوتين يجب ان ينسحب من الاراضي الاوكرانيه كافه. وهناك طبعا لن تنتهي الحرب مباشره، ولكن هناك عوارض وانقاض سوف نحتاج لفتره طويله جدا لازاله هذه الانقاض. وهذه عبارات يعني موجهه بشكل، وهي لها معاني كبيره جدا يعني، وهذا راي الغرب بشكل عام وراي امريكا بشكل عام وراي القياده الاوكرانيه توت، فهي مصممه جدا وتصميم كبير من القياده العسكريه ومن الشعب ومن القياده السياسيه على استرجاع، ولا لا رجعه قبل استرجاع كافه الاراضي
الأوكرانية، ولم تدفع أوكرانيا هذه التكلفة الباهظة من شعبها ومن عتادها ومن اقتصادها حتى تجلس على طاولة المفاوضات كما يتفضل ضيفك من موسكو، تجلس لكي يقتطع قسم من أرضها ويعطى لروسيا. طيب أذهب إلى ضيفي من موسكو في هذا الأمر الذي طرحته سيدي الفاضل ضيفي الكريم من موسكو السيد قبائلي. سيد قبائلي، يعني ضيفي من أوكرانيا ذكر أن الغرب لم يعد يكترث إلى تصريحات موسكو، كيف ترى هذا الأمر؟ وأيضا نتحدث، هل أصبح الخيار المتاح الآن أمام روسيا هو الانتقال إلى الحسم العسكري الحاسم داخل المعركة، قد يكون نوويا؟ كما صرحت دائما روسيا أن في العقيدة استعمال، كما هذه التصريحات الذي قال أن سنرد، الناس فهمهم كل مباشرة أنها رد نووي. العقيدة الروسية تقول أن السلاح النووي يستخدم فقط في حالة الرد، يعني ليس للهجوم، يعني ردة فعل سيكون هذا الاستخدام، لكن حتى الآن لم نرى هاي الاستخدام، لم توثق على الأرض، هل ستقدم على هذه الخطوة أو فقط عبارة عن سيد الفاضل سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي أكد اليوم أن الصدام النووي بات قريبا. هذه كل التصريحات، حتى التصريحات الغربية كانت تقول أن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية، فأكثر من 6 أشهر والحديث يدور في وسائل الإعلام أن روسيا ستستخدم النووي، روسيا تستعيد استخدام النووي، لم تستخدم النووي. الآن الغرب يقول أنه سيقدم ذخائر تحتوي على يورانيوم منظم، لا ممكن، لا نشاهد هذه، ممكن فقط للإعلام والتأجيج من الأوضاع، أما الآن ليس لا لم نلحظ هذا في أوكرانيا، ولا روسيا سترد غدا إذا لا يوجد هذه مثل هذه الشغلات. يعني كما قالت أنه النووي هو آخر خيار، وهو خيار الرد في حال الهجوم، وحل في حال استخدام النووي، يعني يكون كردة فعل ولا يكون في هي الأولى لاستخدام لاتخاذ هذه الخطوة. أما الحديث عن التصريحات البريطانية، ننتظر ونرى هل بريطانيا بالفعل ستقدم هذه الذخائر. لا أرى أن الغرب سيصل إلى هذه الدرجة، وهو الذي يعرف أنه هذه الحرب لا تنحصر بعدين فقط بين روسيا وأوكرانيا، ستطل أوروبا، لكن المستفيد منها كما نرى دائما هو واشنطن، التي تلعب دائما بعيدا عن ميدانها، تلعب دائما بآلاف الكيلومترات، كما لعبت في العراق، كما لعبت في أفغانستان، في كل المدن التي تلعب فيها. طيب بذكر واشنطن أذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالأخص إلى فلوريدا، وضيفي من هناك الدكتور أشلي. دكتور أشلي، تدور الحرب في أوكرانيا في ظل عدد من الانتخابات الحاسمة المقرر إجراؤها في العام المقبل 2024، هل ستكون الانتخابات التي ستشهدها كل من روسيا وأوكرانيا وتايوان، وذكرت أنت منذ قليل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، هل ستكون هذه الانتخابات حاسمة في تشكيل نتيجة الحرب خلال هذا العام 2024، أم ستمتد هذه الحرب؟ ويعني لا علاقة مباشرة بين هذه الانتخابات ومدة الحرب الروسي الأوكراني، إنما القرار بتاع البلاد الكبرى كما في موسكو وكما في واشنطن دايما بيبص على الببليك فيجرز، بيبص على الجمهور، على الشعب، ما هو توجهاته هذا الشعب. إذا توجهات الشعب ضد أمريكا في أثناء حرب العراق وأفغانستان، فهذا أثر كثيرا جدا على الورقة الانتخابية للحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. إنما بالنسبة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، أنا أود أن أعمل ستيتمنت، يعني بقول إن في سنة 2027 لغاية سنة 2030 الصين سوف تحاول محاولة عسكرية لأخذ تايوان، وما يدور الآن ما هو إلا دراسة استراتيجية عسكرية، ما هي القوى الخفية للصين وروسيا مع بعض. وأيضا أوروبا وأمريكا يعرفوا جيدا أن البحرية الصينية بدأت تتطور تطورا كبيرا جدا في خلال 10 سنوات الماضية. الخوف في الولايات المتحدة هو ليس من حرب روسيا وأوكرانيا، ولكن الخوف هو من استقطاب دول كثيرة في منطقة آسيا لعمل عملة جديدة ضد الدولار، هذه واحد. اثنين، لأخذ تايوان بالقوة، رقم 2. الرقم 3 هو كيف سوف
كيف سوف بوتين يستمر في الحكم. بوتين بعد هذه المعركة الأوكرانية الروسية أصبح واضحا جدا أنه هو كما يقال باللغة الإنجليزية risk taker، هو very very stable. فشل الاستراتيجية الأمريكية في عمل السانكشن ضد الاقتصاد الروسي فشل كبير جدا، وأوضحت الآن أن هذا السانكشن الأمريكي ما هو إلا نوع من الهوت إير، ملوش أي تأثير، بل بالعكس أن الشعب الروسي بدأ يتعايش مع السانكشن الاقتصاد اللي عملته أمريكا وأوروبا. ده واحد. اثنين، أن الشعب الروسي بدأ أيضا يستفيد من التجربة الأوكرانية من حيث أنه هو بدأ يتمسك ببوتين أكتر. يعني أحيانا بنسمع أن في معارضة ضد بوتين في موسكو، ولكن هذه معارضة بسيطة جدا وبقى لها حوالي أكثر من 25 سنة. الأمر غير واضح، إنما الواضح حاليا هو أن أوكرانيا ما هي إلا مصيدة عشان قد تكون الأيام المقبلة قد توضح الأمر أكثر وأكثر. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم من فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية السيد أشلي أنصارة، المحلل السياسي وعضو التحالف الأمريكي الشرق أوسطي. وأشكر أيضا من القاهرة كان معي الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، ومن كييف الدكتور منتصر البلبل الباحث في الشأن الأوكراني، ومن موسكو السيد قبائلي حسين الأكاديمي والباحث السياسي. أشكركم شكرا جزيلا، وأيضا الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي الكرام. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، كل عام وأنتم بخير. هذه تحياتي كمال ماضي، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر، في أمان الله.